عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر. شهدت الجلسة إعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش بالجلسات القادمة للحوار وتحديد المواعيد المقررة لها، فضلا عن اختيار أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، كذلك اللجان الفرعية الـ15 المنبثقة عنها. الجلسة كانت بشكل حقيقي عاصفة ومهمة، ركزت على اختيار المقررين والمقررين المساعدين في الثلاث لجان الرئيسية، اللجنة السياسية، اللجنة الاقتصادية أو المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور المجتمعي، ثم اللجان الثلاثة التي تندرج تحت المحور السياسي. تم اختيار في كل منهم المقرر والمقرر المساعد. ربما يتساءل البعض لماذا لم تكتمل اختيارات المقرر والمقرر المساعد في باقي اللجان أو المحاور الاقتصادية والمجتمعية، وأقول يعني أنه هذا يأتي نتيجة أنه اختيار الأسماء يتم وفقا لبحث ووفقا لعمق ووفقا لدراسة ووفقا لكفاءة. نحن أمام اختيارات تتعلق بمقرر ومقرر مساعد يقوم مهمتهم القيام بإضافة والإشراف على إدارة النقاش في الجلسات الرئيسية، ومن ثم يجب أن يكونوا ملمين أو كل منهم ملم بالموضوع الذي يكون محل نقاش، له بصمته وله خبرته ومشهود له بالكفاءة والنزاهة. كان الهدف إحداث توازن مطلوب من قوى الحوار المختلفة عشان ما يبانش أن في فريق أو جزء طغى على جزء، فكان اختيار المقررين والمقررين المساعدين يعني خد شوية وقت في الكلام، فاخترناهم بالنسبة للثلاث محاور الرئيسية اللي هو المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، اخترنا مقرر ومقرر مساعد لكل محور، ثم اللجان الفرعية في المحور السياسي انتهينا منها، فخلصنا مقرر ومقرر مساعد للجنة الحقوق السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة المحليات، ونستكمل بقى باقي اللجان. النهارده كانت جلسة ذات حيثية خاصة جدا، فهي الجلسة الخامسة، وتعتبر بداية نهايات الجلسات الإجرائية ككل. احنا الجلسات الأربع اللي قبل كده اللي خدنا بعدها مهلة تشاور لمدة تقريبا شهر، النهاردة كنا قدام اختيارات مهمة جدا بيترتب عليها عمل اللجان الفرعية والمحاور الرئيسية بالنسبة لمن سيدير هذه اللجان. طبعا خدنا وقت طويل، كان لازم يحدث توافق، كان لازم يبقى في اللجان كلها معنى للتعددية والتنوع وأهمية أن يبقى في التنوع ده. هو النهاردة طبعا كان يوم حافل ويوم طويل، يعني أن احنا كنا النهاردة بنحسم عدد من القضايا المهمة، وهي اختيار القائمة الخاصة بالسادة المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة، المحور السياسي والمحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي، ويمكن كان في قاعدة بيانات كاملة، يمكن كان اصلا المجلس الامناء وطبقا للائحته كان من ضمن يعني اختصاص المنسق العام ان هو يختار المقررين والمقررين المساعدين، ولكن المنسق العام الدكتور ديار عشوان بمساعده الامانه الفنيه عرضوا على مجلس الامناء بكامل هيئته قائمه كبيره باسماء مرشحه من جهات عديده، وسواء أحزاب سياسية أو مجتمع مدني أو منظمات داخلية، في كان عندنا قاعدة قوية جدا بيهمنا في المعايير اللي كانت قدامنا معايير موضوعية، وهي طبعا الخبرة والقدرة على إدارة الحوار، ودي كلها الوصف التفصيلي أو للمقرر أو المقرر المساعد يكون شخص مقبول له خلفية له رؤية قادر على إدارة حوار. دي كل دي معايير كنا حاطينها، في طبعا في أسماء روعي فيها طبعاً التمثيل المرأة، تمثيل الشباب، مجلس النواب، خبرات سياسية قديمة سابقة.